الاتحاد التونسي للأعلام الجمعية ومراقبون يقدموا لكم برنامج بلديتي، برنامج يهتم بكل ما يخص الانتخابات البلدية الجاية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا مستمعين على موجة راديو مهدية وان في برنامجكم الأسبوعي بلديتي. برنامج بلديتي اللي يجيكم كل نهار خميس من نصف نهار ونصف حتى تكشل مات ساعة بشراكة مع 9 إذاعات شريكة والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وشبكة مراقبون. برنامجنا لليوم نحكي فيه على مشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات البلدية القادمة. كما تعرفوا أنه العسكريين والأمنيين يعني ولا عندهم الحق متاع الانتخاب، وهذا اللي باش نشوفوا فيه العديد من التفاصيل والعديد من المعلومات من خلال حصتنا لليوم اللي تتواصلوا فيها معنا عن طريق رقم الهاتف على يعني رقم الهاتف الخاص براديو مهدية وان. تتصلوا بنا على 73-654-061، على 73-654-061 رقمنا اللي تنجموا تكلمونا عليه وتتواصلوا معنا باش تقدمونا اقتراحاتكم وتعلقوا على الحصص السابقة، كذلك تقدمونا مقترحاتكم لمواضيع تحبها تكون في بقية برامجنا. أعزائنا المستمعين تسمعونا 90.2 FM بالنسبة لمستكني هيبون المهدية ولا على www.radiomahdia1.com. العديد من فقراتنا الموجودة لليوم منها في نيوز الانتخابات في ثنيتي البلديتي، ولو كان كنت رئيس بلديتي. ابقى في الاستماع لبرنامج بلديتي، نمشي فاصل غنائي ونرجع لكم، ابقوا على موج راديو مهدي هوان. في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، الأصفر الرمل الأخضر جبل الأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل. قصونا وا نخلى بلا عرجون قصونا.
الدنيا في سيرك ألوان وأشكال لنبال تعبيرك أنت وضميرك تمرة تمرة تونس حب وإحنا الثمرة تونس رجال ونساء وعشرة تبان تونس الوان. ارجعنا لكم عزيزنا المستمعين من جديد على موجة راديو مهدية وان في برنامجكم الأسبوعي بلديتي، برنامج بلديتي بالشراكة مع 9 إذاعات شريكة والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وشبكة مراقبون. برنامجنا كما قلنا لليوم نحكي فيه عن مشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات البلدية. ضيفتنا لليوم ناشطة بالمجتمع المدني ومتحصلة ماجستير في قانون الجامعات المحلية وداد حمودة. وداد حمودة اللي مشرفتنا كما كل أسبوع باش تقدم لنا الإفادة والعديد من المعلومات. مرحبا بك. عسلمة ميلك وعسلمة بالناس اللي يسمعوا فينا على راديو مهدية وان. باش نحكيو اليوم في موضوع اللي كما قلت عليه انت بكري، اللي هو مشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات الجهوية والبلدية سبيسيالمون. موضوع هام والعديد من النقاط والفقرات اللي إن شاء الله باش نشوفوها في برنامجنا لهذا اليوم. أعزائنا المستمعين تواصلوا معنا على 73-654-061، تسمعونا 90.2 FM، كذلك عن طريق الباج فيسبوك راديو ميديا برنامجنا ميزان متواصل وفيه العديد من النقاط الهامة فيما يخص مشاركة العسكريين والأمنيين. نمشي فاصل ونرجع لكم. راديو مهدية وان. Welcome to Radio Mahdia 1. Radio Mahdia 1. الاتحاد التونسي للأعلام الجمعياتي ومراقبون يقدموا لكم برنامج بلديتي، برنامج يهتم بكل ما يخص الانتخابات البلدية الجاية. ارجعنا لكم من جديد اعزائنا المستمعين في برنامج بلديتي، برنامجنا لليوم حول موضوع مشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات البلدية. تسمعون 90.2 FM وألا على ترواد بالفي radiomedia1.com. أعزائنا المستمعين كما قلنا قبل الفاصل ضيفتنا لليوم وداد حمودة، ناشطة بالمجتمع المدني ومدربة وخبيرة في قانون الجامعات المحلية. نجد وترحمنا بيك من جديد. مرحبا. عسلمة مالك وعسلمة الناس اللي يسمعوا فينا الكل على راديو مهدية وان. موضوعنا لليوم هام، موضوعنا لليوم هام جدا، خاصة أنه لأول مرة باش تشهد تونس مشاركة العسكريين والأمنيين في انتخابات اللي هي هامة وهامة جدا، وهي انتخابات القرب والخاصة باش تأثر على حياة المواطن في إطار دستور جديد، وإن شاء الله يعني يكون فما قانون جديد كذلك اللي ينظم يعني دور المجالس البلدية المنتخبة. اولا يعني كان تقول لنا كيفاش باش تكون المشاركه هذه وشنو نص القانون الجديد، كيفاش باش تكون يعني مشاركه العسكريين والامنيين في الانتخابات القادمه. صحيح مالك، الموضوع مهم جدا اللي هو مشاركه العسكريين والامنيين في الانتخابات الجهويه. ديما نعاودوا نذكروا ونقولوا اللي هما عندهم الحق باش يصوتوا في الانتخابات الجهويه سواء كانت بلديه والا جهويه فقط، دونك ما نجموش يصوتوا لا في الرئاسيه والا في التشريعيه. دونك القانون اللي كما نعرفوا مالك اللي هو القانون الاساسي عدد 16 لسنه 2014 المؤرخ ب 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
كما تم تنقيحه وإتمامه في 14 فبراير 2017، والعسكريين يمكنهم التصويت في الانتخابات البلدية. دونك هو الفصل يقول لك لا يمكن ان دونك دون امكانيه الترشح بصريح الفصل 49 ثالثا يقول لك لا يمكن ان يترشح العسكريون واعوان قوات الامن الداخلي للانتخابات البلديه والجهويه. دونك لهنا الفصل عطاهم امكانيه الترشح التصويت دون امكانيه الترشح، وهذاك وعلاش معناتها احنا مش نضمنوا حق الأمنيين والعسكريين في التصويت في الانتخابات البلدية، على خاطرهم هما يدفعوا في الأداء البلدي، على خاطر الانتخابات كما قلت مالك لانتخابات قرب اللي هو زاد الأمني والعسكري من حقه باش يعطي رأيه في حومته في المدينة اللي يحب يسكن فيها، ما كان عنده فكرة يحب يوصلها علاش ليه. دونك من حقه زاد باش يختار الناس اللي باش تمثله في المجالس البلدية المنتخبة أو الجهوية. لكن زيد القانون مالك كي معطى حق المشاركة في الانتخابات البلدية والجهوية، ما انت عطاهم الحق باش يتسجلوا في الانتخابات والاقتراع، لكن زيد عطاهم جملة من كما نقولوا القيود ولا الممنوعات، كما مثلا انهم هما ممنوع الامنيين والعسكريين باش يشاركوا في الحملات الانتخابية والا الدعاية الحزبية. ما انت الامني والعسكري راهو باش يمشي صوت اكهو، ما خاطر ما عندوش الحق لا باش يحضر المشاركة في الحملات الانتخابية ولا الدعاية الحزبية، وإلا إنه هو باش يحضر يعني في الجلسات اللي تقوم أثناء الفترة الانتخابية. دونك لهنا القانون منع عليهم المشاركة هذه وصلت عقوبة اللي هي تنجم توصل حتى للعزل. وهذا الكل علاش معناتها نقولوا علاش احنا ديما على خاطر نحبوا نضمنوا أكثر حياد للمؤسسة الأمنية والعسكرية. دونك كما قلنا توا الأمنيين والعسكريين عندهم الحق باش يشاركوا في الانتخابات ما غير ما يشاركوا في حملات انتخابية ولا دعاية حزبية. حسب ما صرحت الهيئة العليا للانتخابات مالك إنه العدد متاع الأمنيين والعسكريين اللي تم تسجيل أسمائهم هما 36,055 أمني وعسكري. دونك قاموا بعمل التسجيل واللي هما باش يحق لهم التصويت والمشاركة نهار 29 أفريل في الانتخابات البلدية. كما نعرفوا زيدا لضمان سرية المعلومات وحفاظا على حياد المؤسسة الأمنية اللي الأمنيين والعسكريين باش يصوتوا جمعة قبل اليوم الاقتراع اللي هو 6 ماي، على خاطر باش هما يأمنوا العملية الانتخابية للعموم للناس اللي باش تمشي تصوت. دونك يكون الأمن حاضر والجيش حاضر باش نضمنوا زادة نجاح الانتخابات هذه. حاجة أخرى مالك معناتها نحب نذكر بها في إطار خصوصية مشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات اللي هما لا يتم تعليق قائمة الناخبين في مدخل مراكز الاقتراع. دونك احنا ممكن نمشي ونصوتوا عادة نلقاو قائمة الناخبين. وسامحني الأمنيين سؤال آخر يعني الأماكن اللي باش ينتخبوا فيها الأمنيين وين باش تكون وشكون باش يراقبها؟ صحيح. وهل أنه معنى المجتمع المدني الملاحظين وكل شيء باش ينجموا يدخلوا ويراقبوا العملية أو لا؟ لهنا فما معناتها نورمالمون مالك فما قرار باش يصدر معناتها في من الهيئه باش يقول المكاتب اللي باش يتم فيها التصويت الملاحظين، ومش يضبط معناتها العمليه ككل. مازال توا ما فماش معناتها ما عنيش القرار ولا ما عنيش التصويرة اللي قدامنا كيفاش باش تكون، اما اللي معناتها ماشيين فيه توا مالك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه مثلا باش يمنعوا صبر الآراء. احنا نعرفوا كي نمشيو نصوتوا في الانتخابات تلقاك الناس اللي تسأل ولا صحافة انت لشكون صوتت وكل. دونك هذي نورمالمون في الامنيين والعسكريين مش باش يصير نورمالمون، مازال ما حد شيء ما هو واضح، اما نورمالمون يعني الاماكن نتاع التصويت نتاعها باش تكون سريه ولا اش قلت لي مالك؟ اماكن التصويت نتاعها باش تكون سريه ولا معلومه للعموم؟ ليه باش تكون اكيد معلومه، هما باش يحاولوا يحطوا مكاتب الاقتراع
مش مثلا مش يحطوها معناتها مش مش يشتتوا معناتها الامنيين والعسكريين، ومش يكونوا الملاحظين حاضرين. ما نتصور الملاحظين اكيد مش يكونوا حاضرين، اما بمعناتها نوع من الخصوصيه واجراءات، خاطر ولو انه احنا نقولوا هي حقهم المشاركه، ما زاد لازم نضمنوا لهم معناتها الحياد، ونضمنوا زاد عدم المس بالمعطيات الشخصيه بتاعهم. معناتها لهنا العمليه باش تكون دقيقه ياسر، مالك مشاركه الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلديه. معناتها لازمنا بالحق الهيئه توفر الظروف اللازمه باش تمنع اي تسريب، والا اي معناتها هكا حاجه تشوش العمليه الانتخابيه. حاجه اخرى زاده، مالك اللي من خصوصيه مشاركه العسكريين والامنيين في الانتخابات البلديه، انه هو فرز الاصوات باش يتم مع العموم. ما عندهاش معناتها، معناتها هما باش يصوتوا نهار 29 افريل الامنيين والعسكريين، ومانيش باش نعرفوا النسبة متاع شكون ربح مع الأمنيين والعسكريين، باش يتم معناتها بعد وقت اللي يصوتوا الناس الكل نهار 6 ماي 2018، دونك نجيبوا الصناديق هذيك متاع الاقتراع متاع الأمنيين والعسكريين ونحطوهم مع الناس اللي صوتت الكل، والهيئة تحسب من بعد متعدد الأصوات الجملي من غير ما يعرفوا العبيد الأمنيين شكون صوتوا. والناس معناتها دونك الهيئه العليا المستقله للانتخابات تعطينا النتيجه النهائيه في كل دائره بلديه، وهذه زيدا كيما نقول مره اخرى مالك باش ما نخلطوش، خاطر مثلا باش ما نعرفوش توجهات هالمؤسسه الامنيه والعسكريه لشكون، خاطر هما باش يصوتوا باش يقوموا بخدمه معناتها مصالح مدينتهم. بعد بيانسيوك شرجعوا لخدمة مصالح المواطن والدولة والوطن، وهذيك هو اش معناتها الحياد، انه يعني العسكري والامني في كل في كل ولاية باش تكون فما مراكز اختراع خاصة بهم. يعني اكيد باش يحاولوا يحطوهم في معناتها مش باش يكونوا برشا مكاتب كيما ما تنساش زاد العدد اللي هو مش برشا مالك متاع الامنيين والعسكريين، معناتها اذا باش نحسبوهم على كامل الجمهورية مش يطلعوا برشا، دونك مانيش باش نقم نحلوا مكتب على 5 امنيين ولا عسكريين. معناتها هذه الهيئة اكيد في التحضيرات اللوجستية متاحة باش تاخذ بعين الاعتبار، دونك باش تحاول تقرب المكاتب لبعضها هكا يضمن الامني باش يحقوا في المشاركة في الانتخابات، اما زيدا ما غير ما معناتها ما نكونوا مشتتين والا مانيش عارفين رواحنا فاش قاعدين نعملوا. دونك الهيئه لهنا عندها خدمه كبيره لازم يتقدمها، ولازمنا نفهموا زيده شويه الخصوصيه نتاع مشاركه العسكريين والامنيين في الانتخابات البلديه، خاصه انه هي اول مره كما قلت انت بالكلمات. كما قلت اول مره، ويلزم نفهموا الخصوصيه. العديد من المعلومات والنقاط اللي قلتهم واللي هما مهمين، وان شاء الله مستمعينا في برنامج بلديتي فهموا ووضحت لهم نوعا ما الصورة حول اقتراع يعني مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية القادمة. اعزائنا المستمعين، برنامج بلديتي من زال متواصل، تتصلوا بنا عن طريق رقم 73-654-061 او تشاركونا بمقترحاتكم وتدخلاتكم ويعني تعليقاتكم على باج فيسبوك راديو مهدي. نمشي مع فقرة لوجين كنت رئيس بلديتي، ونرجع لكم من جديد في برنامج بلديتي. كنجي رئيس بلديتي. نعرف الناس كل المواطنين الكل ديما عيناها على الطرقات وعلى المهملات، نحبوا ديما طرقاتنا كياساتنا مريقله، والمهملات يكونوا بيان سور معناش وسخ في الشارع في الطرقات. هذا هو لي دو برمي بوين سولفي كشاك فوا، لازم نركزوا كياساتنا، بنك صحفور بنك سركازي نحبوا ديجا بداوا ديجا يخدموا في خدمه مزيانه ان شاء الله تتواصل. وزاد كيف كيف الوسخ ماذا بينا سيرتو في الصيف تظهر ظاهرة الوسخ هذه، وجيست بعد الصيف مباشرة أول مطرة عندنا مشكلة متاع كاناليزاسيون، دونك إن شاء الله تحل الحوايج هذه بشوية بشوية، وحن نصبروا مع الناس الكل. فهمتني، كرئيس بلدية يلزم يتلفت للي دو بوان برانسيبو هذو، يعني الكياسات
وبعدها التشغيل وبعدها الأداءات وبعدها نقولوا احنا السلم الاجتماعي أكاو معنا هادو ما نبدأ بيهم. لو كنت رئيس بلدية الحقيقة هما توا البلاد تحسها كل شيء فيه أولوية معناش تجربة، أما كان نقتدي بالتجارب الناجحة اللي في الدول الأخرى نلقاو اللي أهم حاجة البلدية تركز عليها هي القيام بمشاريع واستثمارات لصالح البلدية. الفضاءات اللي عندها موجودة والأراضي اللي عندها موجودة تحاول ترصد لها منك الميزانية اللي ترصد لها لها هي تقوم بمشاريع تنموية باش منها تخفف من البطالة ومنها واللي عندها مصدر رزق لك البلدية هذيك، معناها عندها ميزانية اللي تصرف منها باش تحسن وضعيتك البلدية هذيك. مثلا نقولوا احنا من عرشان المهدي، المهدية من منطقة سياحية هي وعندها كوت على البحر. مثلا كان نشوفوا فما في دول اخرى في الكوت متاع البحر اغلبها تكون ملك للبلدية وفيها مقاهي وريستورونات للبلدية، معناها يخدموا متاع البلدية متاعهم عندهم فيهم فيها خدامة يخدموا لصالح البلدية يخدموا في البلدية ذيك ويخلصوا، ومعناها انت هنا خففت من البطالة وأممتهم المداخيل متاعك الريستوران هذوك مرابيح بلوتو باش تستعملهم باش تزيد تحسن مناطق أخرى. وقتها تولي تنجم يسهل عليها باش تحصل البنية التحتية متاع البلاد والنظافة والتطور، واللي عنا معناها تقريبا كل بلدية تولي في شكل دولة دويلة صغيرة فيها ما شاء الله من الرفاهية لكل المواطنين. لكم ارجعنا لكم اعزائنا مستمعين من جديد في برنامج بلديتي، كنت تسمعوا فيه لفقرة لو كان كنت رئيس بلديتي مع زميلنا عبد المبي خليف. ضيفتنا لليوم وداد حمودة اللي موجودة معنا كانت تسمع في فقرة لو كان كنت رئيس بلديتي وقدم لكم مجموعة من النصائح كما سمعتها على طول حلقة اليوم. شنو تعليقك على آراء المواطنين اللي كانوا يحكيوا على الأشياء اللي يحبوا يلقواها لو كان كانوا رؤساء بلدية؟صحيح مالك، الآراء متاع المواطنين مهمة ديما، معناتها ونشوف قديش العبيد مهتمة بالشأن المحلي ومهتمة مع بعض 6 سنين فمانية بيت خصوصية. دونك بالحق لازمنا الانتخابات إن شاء الله تصير في ماي وناس تبدأ تمشي تنتخب وتنتخب الناس اللي باش تمثلها في المجلس البلدي، فماش ما نحاولوا كنا مع بعضنا مواطنين ومجتمع مدني والمجلس نحسنوا شوية من المدينة اللي احنا ساكنين فيها باش نخليو حومتنا ولا مدينتنا في هكا احسن صورة شوية خير من اللي توقعين نشوفه فيه. يعطيك الصحة وديت على المعلومات وعلى تعليقك. نمشيو مع فقرة نيوز الانتخابات ونرجع لكم، ما زلتوا تسمعوا فينا في برنامج بلديتي على مواج راديو مهدي وانا. انتخابات. أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا حمل عدد 2 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار سابق لها صدر في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، وشملت التنقيحات 21 فصلا موزعة بين إضافة لعبارات على غرار البلدية والجهوية وإضافة مطاط خاصة بعملية الاقتراع والحق في التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة والمقررة يوم 6 مايو المقبل، وبخصوص تصويت العسكريين والأمنيين والذي سيكون يوم 29 أفريل 2018 تضمن قرار هي تعديلات لقرار عدد 80 الصادر عنها في سبتمبر 2014، وتهم تلك التعديلات إجراءات تصويت العسكريين وقوات الأمن الداخلي وفرز أصواتهم واستطلاع آرائهم إثر خروجهم من مكاتب التصويت وغيرها من التنصيصات. هذا ونشرت الهيئة على موقعها الرسمي دليل الترشحات للانتخابات البلدية لسنة 2018، وهو دليل قابل للتحميل وورد في نحو 50 صفحة.
ويحتوي الدليل فضلا عن المقدمة والإطار القانوني والتعريف بالمصطلحات الأساسية تحديدا للشروط الخاصة بالترشح للانتخابات البلدية، وهي 10 شروط بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالترشح وبمطلب الترشح وإجراءات قبوله والطعن فيه. ومن المسائل التي تضمنها الدليل تلك المتعلقة بسحب الترشحات وتعويض المترشحين بسبب الانسحاب أو العجز أو الوفاة وآجال وإجراءات تقديم تلك المطالب. أرجعنا لكم أعزائنا المستمعين من جديد في برنامج بلديتي، وصلنا هيك لفقرة الختام. فقرة الختام اللي حبينا نفكركم فيها بموضوعنا لليوم كان حول مشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات البلدية القادمة. ضيفتنا لليوم اللي قدمت لكم العديد من المعلومات وداد حمودة، ناشطة بالمجتمع المدني ومتحصلة ماجستير في قانون الجامعات المحلية. نشكرك لحضورك اليوم معنا ولتقديمك العديد من المعلومات. شنو هو كلمة الختام اللي تحب توجهها لمستمعينا خاصة من الأمنيين والعسكريين اللي تابعونا اليوم ولبقية المواطنين؟ نشكرك مالك على الموضوع كما العادة اللي اليوم حكينا فيه، وكما قلنا موضوع مهم ولأول مرة باش تصير تصويت الأمنيين ومشاركتهم في الانتخابات البلدية وإن شاء الله في الانتخابات الجهوية. أنا نحب نقول اللي معناتها الأمنيين والعسكريين إن شاء الله النسبة تتحسن في الانتخابات الجهوية، خاطر النسبة قعدت معناتها صغيرة برشا، دونك وهو هذا حقهم باش يشاركوا ويعطيوا رأيهم في مدينتهم اللي يحبوها، ومن حقهم زادة باش يعرفوا الناس اللي تمثلهم في المجلس البلدي، ونعرفوا زادة اللي هما باش تكون عندهم الحياد التام، ومش باش يصير لك اللي يخوفونا منه في الأعلام وفي الشارع. دونك فما ثقة زادة في المؤسسة الأمنية والعسكرية، هذا اللي نحب نقوله لهم. دونك يمشيوا يصوتوا من غير ما يخافوا، والهيئة زادة لازم توفر لهم الظروف اللازمة باش تتم عملية المشاركة بدون هكا مشاكل وتكون تتعدى مطالبات. يعطيك الصحة وداد، ونشكرك على يعني قبولك دعوتنا وتقديم الإضافة لمستمعينا كما كل أسبوع. أعزائنا مستمعين برنامج بلديتي لهذا الأسبوع وانتظرونا في الأسبوع القادم في حلقة جديدة بشوفوا فيها موضوع جديد يهم الانتخابات البلدية. تكلمونا على 73-654-061، تبعثونا تعليقاتكم وإيميلاتكم على راديو mahdia1@hotmail.com، تسمعونا 90.2 هيبون المهدية، وإلا على باج فيسبوك راديو مهدية. مرحبا بكم ونقول لكم في الأمان، إلى اللقاء في حصة قادمة. الاتحاد التونسي للأعلام الجمعياتي ومراقبون قدموا لكم برنامج بلديتي.